وفي أسماء النبي حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو بي الله الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وماذا يعني العاقب؟ أي ختم الله به الأنبياء. الله سبحانه وتعالى عالم عليم، قادر قدير مقتدر، له ماهية لا يعلمها إلا هو سبحانه، ويراها المؤمنون يوم الحساب بإذنه وفضله. وهل تطيق حواسنا الرؤية؟ الله تبارك وتعالى ينشئ يوم الحساب للمؤمنين حواساً خاصة تمكنهم من ذلك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليه الصلاة والسلام، ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضارون في رؤيته. والرؤية إذا أطلقت إطلاقاً ومثلت برؤية العيان لم يكن معناها إلا رؤية العيان. درسنا اليوم كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وذكر الله البيع في غير موضع من كتابه بما يبيح البيع. واقتضت حكمة الله البالغة تحريم أنواع محددة من البيوع، مثل بيع السلعة قبل قبضها، أي إذا اشترى المرء شيئاً وأراد بيعه فعليه أولاً أن ينقل هذا الشيء من المكان الذي اشتراه منه ثم يبيعه كما شاء. فعليه أولاً أن ينقل هذا الشيء من المكان الذي اشتراه منه. من؟ اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.